انتبهوا أيها السادة، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، مساء الفل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم انتبهوا أيها السادة. الدنيا ياما لطمت ناس وشالت وحطت فيهم من نقرة لدحديرة، وفي مخاليق جت الدنيا دي يتامى لا ليهم أم ولا أب ولا حتى حيطة واحدة تسترهم، وفي اللي طلع لقى نفسه عايش في بيت غريب ومعرفش أبوه وأمه غير من الحكاوي اللي بتتحكي عنهم. وفي كمان الأصعب من كده، في اللي أبوه وأمه سابوه وتخلوا عنه ورموه في الشارع عشان مش لاقيين يصرفوا عليه. وهو الحياة مليانة أشكال وألوان، وياما دقت على الراس طبول، وكله بيعدي، وربك اللي خلق الخلق عمره ما هيكسر بخاطرهم أبدا. حتى بيقولوا جبر الخواطر على الله، هو لوحده اللي عنده ترتيب حياتنا وقادر يبدل من حال لحال الظروف والمعاناة اللي عاش فيها أي حد. عمرها ما كانت عيب، يعني اليتيم واليتم مش عيب، ولو في يوم لقيت نفسك في الشارع برضو مش عيب. المهم تكون عندك الإرادة والإصرار على إنك تصنع من نفسك إنسان ناجح. بس خلينا نتكلم بصراحة شوية، عشان الإنسان ده يقاوم الظروف ويتغلب عليها، خصوصا الأطفال اللي بيكبروا ويلاقوا نفسهم عايشين في دور أيتام، لازم على الأقل تتهيأ لهم أدنى متطلبات العيشة. مش عاوزين نقعد ونعيد ونزيد ونلت ونعجن في كلام نص وشعارات. طبيعي إن الولد أو البنت طلع وسط ناس بتقهره ومجتمع مليان حاجات غلط في غلط، إزاي يقرر هو يبقى كويس بعد ما يعيش طول عمره في الجو ده؟ طبعا في دور أيتام كتير بتراعي ربنا في الولاد اللي عندهم، ويا ناس الله يبارك لهم عوضوا الأيتام دول عن غياب الأم والأب. لكن بنترجى أماكن تانية كتيرة هم عارفين نفسهم. خلوا بالكم من الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لكم، هتتحاسبوا عليها حساب تقيل قوي. انتم اضعف من انكم تستحملوا. ساعدوا ولادنا على انهم يتخطوا الظروف هم مالهمش اي ذنب فيها، ممكن يطلع منهم بني ادم نافع يدعي لك يا سيدي دعوتين حلوين. كلنا عندنا جوانا القوه والعزيمه اللي ممكن تغير حالنا للاحسن. وانا شايفه ان المعاناه اللي بيمر بيها اي انسان هي حافز يخليه ينحت في الصخر عشان ينجح، وعمرها ما هتضعف ومش هيضعف غير الشخص الضعيف مهما كانت الظروف. ولا انتوا شايفين ايه؟ هل المعاناة ممكن تصنع انسان قوي وناجح؟ ده سؤال حلقة النهاردة. يلا ابعتوا لنا اجاباتكم من دلوقتي على صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي هتظهر قدامكم على الشاشة، وكمان منتظرين اتصالاتكم التليفونية النهاردة. وهيبقى معانا ضيفة من اللي لسه كنا بنحكي عنهم دلوقتي. معانا بنت عمرها 26 سنة اسمها غادة حسن الشربيني. نصيبها انها تربت في دار ايتام في اسكندرية، وباقي القصة بقى هنعرفها في الفقرة الاولى من الحلقة. اما الفقرة التانية هتكون معادنا الاسبوعي مع خبيرة الابراج وعلوم الفلك سابي، والفقرة الثالثة طبعا والأخيرة هتكون كالعادة فقرة المطبخ مع الشيف حسن حسونة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا شفت صورة ألهمتني جدا، كانت منشورة على الفيسبوك من يومين تقريبا،
بنت صغيرة واخدة قلم الصوابع معلمة أحمر في وشها. إيه الوحش ده؟ ده وحش مش بني آدم. ونقدرش نقول كمان يعني يمكن الوحش يا جماعة بيبقى عنده رأفة بالحيوانات الصغيرة، إنما ده ما عندوش أي رحمة ولا رأفة. يعني يضرب طفلة صغيرة للدرجة دي، ودي في دار أيتام على فكرة. أنا مش فاهمة يعني إمتى هنقدر إن إحنا يبقى في رقابة، ورقابة قوية وشديدة جدا، وعقاب قوي وشديد جدا على الناس اللي بتشتغل في دور الأيتام. ما هم جايبينهم منين؟ يعني أنا مش فاهمة الناس دي إيه، دي ما عندهمش إنسانية، ما عندهمش قلب، ما عندهمش رحمة، بس ربنا كبير قادر إنه ينتقم منهم. يعني أما اليتيمة فلا تقهر. يعني أنا مش فاهمة كفاية الدعاوي اللي هو خدها. كل الناس مشيرة حسبي الله ونعم الوكيل، دي كفاية عليه قوي. إن شاء الله هنشوف جزاؤه من ربنا سبحانه وتعالى قريب جدا. المهم إن أنا عايزة أقول كمان إن في ناس بيشغلوا بنات صغيرين عندهم في البيت. في ناس بصراحة أنا بحس إن البنت دي بنتهم، ما بي يعني بيلبسوها أحسن لبس، بيأكلوها أحسن أكل، بيعملوها معاملة كويسة جدا، وما بيقهروهاش بالشغل بتاع البيت الفظيع الجامد. لا بالعكس، هي بتبقى قاعدة كونيس لأولادهم الصغيرين، أخت تانية ليهم. دول ربنا طبعا يعني جزاهم الله كل خير. وفي ناس تانيين في المقابل برضو تبص تلاقيهم مشغلين أولاد صغيرين وبيتعاملوا معاهم معاملة يعني قاسية جدا. ما هو خلي بالك ان انت ممكن تشوفي حد يعامل بنتك كده او ابنك كده. فاصل صغير ونرجع لكم تاني. ومعانا ضيفة عندها حكاية كبيرة قوي حبت انها تقولها لكم من خلال برنامجنا على شاشة قناة الحياة. ربنا يا دايما يجعلنا سبب في اننا نحل لها مشكلتها ونحل لكل الناس مشاكلهم، لاننا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نساعد الناس من خلالكم انتوا، لان ده حقهم علينا، وعشان كده هم بيلجأوا لنا، واحنا المفروض اللي نشكرهم انهم بيدونا الشرف ده. رحبوا معايا بضيفتي غادة حسن الشربيني. ازيك يا غادة؟ الحمد لله كويسه. منورانا يا جميله انت والله. قولي لي بقى يا غاد ايه الحكايه؟ بصي، وانا كنت من زمان وانا كنت عايشه في دار في سموحه، دار ايتام. وهي ماما متوفيه من زمان، يعني ماما الله يرحمها من زمان، وبابا اللي عرفه ان هو يعني حطيني في الدار. الكلام ده من زمان خالص يعني. ايوه. بس طبعا يعني حضرتك عارفه دار مش هتبقى زي البيت طبعا، ويعني كان في حاجات كتيره ومتاعب، كانت حاجه يعني كانت طفوله حزينه. تعبت ما فيه الكفايه، تعبت يعني. وبعد كده طلعت لدار تانية في الازاريطه قدام كليه طب الاسنان. والدار ديت بصي كان بقى بيحصل فيها ايه، كان ممكن بنات تيجي من الشارع، ممكن بنت تضرب بنت، ممكن واحده تكسر دولاب واحده وتاخد منها هدومها، ممكن واحده تولع في الدار يعني السجاير وكده. السجاير مراقبين ولا ما كان بينا؟ كان في ناس بتيجي من الشارع. لا مراقبين للدار ما كانوا في المشرفات ما كانوش بيقدروا على البنات. الناس اللي هي جايه من الشارع. يعني كان حاجه يعني كانت حياه صعبه جدا. يعني لدرجه ان انا كنت بنزل اذاكر تحت في ايام كنت في الثانويه العامه، كنت بنزل اذاكر تحت في الجنينه وهما يقفلوا الباب وانا اقعد اذاكر تحت في مكاتب كده موظفين. ولحد ما تعبت خلاص يعني، وتعبت وخلصت خلصت الثانوي وطلعت بقى الكليه، وقررت بقى ان انا انفصل. والدكاتره كانوا في الكليه طول الاربع سنين كانوا معايا، ومدير عام الدفاع الاجتماعي مخلصه بكالوريوس سياحه وفنادق ما شاء الله، والدكاتره معايا. بس بعد ما خلصت كليه يعني الدكتور قال لي ان في ناس تانية، حتى مدير عام الدفاع الاجتماعي لسه معايا ولسه بيكلمني ولسه بيسال عليا. بس انا حسيت ان انا لوحدي، حسيت ان انا مش عارفه اكمل،
وحسيت ان مش قادره اكمل الحياه لوحدي. خلاص يعني عارفه اللي هو الحياه بقت صعبه. وطلعتي بقى من اه الدار طلعت من بعد الدار. ما خلصتي الكليه؟ طلعتي من الدار لا بعد الثانوي بعد بالظبط، ثانوي، عشان كنت خلاص تعبت. وكنت عايشه لوحدك. اه طب 5 سنين دلوقتي. ومنين كنت بتجيبي مصاريفك إيه يعني؟ والله الدكاتره طبعا في الكليه، ومامه صاحبتي في الكليه شافت، هي اوضه وصاله ومطبخ وحقيقه شقه صغيره، تمام. وفي جمعيه هي بتدفع الايجار والميه والنور. صاحبه البيت مش بتاخدها مني، قالت لي انا مش هاخد منك ولا ميه ولا نور. طب الحمد لله ربنا رزقك اه بولاد حلال. الحمد لله، بس الله اعلم هترضى ان هي تسيبني يعني تكملي ولا اكمل ولا لا. وعارفه اللي هو مش عارفه اكمل حياتي لوحدي، مش عارفه اكمل حياتي خالص، حاسه ان انا لوحدي انتي بتشتغلي؟ دلوقتي. لا عشان خلصت كليه ودورت على شغل كتير بس بلقيتش. طب وبتعيشي ازاي يا اخي؟ والله بقلل قليل، لولا الدكاتره اللي في الكليه لسه بيساعدوني كنت مش هبقى كده خالص. غدا على فكرة انتي مثال للإصرار الحمد لله والنجاح في الحياة يعني. كملت وحافظت على نفسي، وربنا بعت لي ناس كويسين، طبعا طبعا، ومدير عام ده الدفاع دعاء الاجتماعي أمك الله يرحمها. طبعا. وفي دكتور في الكليه حقيقي يعني ربنا يجزيه خير، وقال لي يا غدا انا عمري ما هسيبك، حتى لما تقدم لك حد انا هبقى وكيلك ومش هسيبك مش هتخلى عنك. بس برضو الحياه بقت صعبه. انا كنت طبعا. خلاص كنت مفكره ان انا هخلص كليه وان انا هقدر اعتمد على نفسي واشتغل، ايوه. بس لقيت ان الحياه صعبه، ولقيت ان انا مش عارفه اكمل لوحدي، مش عارفه اقوم اقف على رجلي لوحدي. طب يعني خريجة سياحة وفنادق، يعني ممكن تشتغلي في شركة سياحة؟ طبعا هي السياحة اليومين دول عندنا بعافية شوية، لكن ممكن تشتغلي في مكتب قطاع خاص أو دورت والله، بس عارفه اللي هو كل دلوقتي بقى ايه يعني، ليا صاحب 2 زمايلي في الكليه الاتنين اشتغلوا في مصر الطيران، بس دولت دول ايه؟ اصل احنا كلنا ولاد 9 يا غدا، في ايه؟ لا بس عشان بيبقى ليهم واسطه انتي وصيتك ربنا سبحانه ونعمه وتعالى. بالله. بس عارفه اللي هو انا لوحدي فعلا ومش قادره اكمل حياتي لوحدي، مش قادره. يا جماعة احنا شايفين قدامنا مثل للإصرار والنجاح والاعتماد على النفس، لكن أنا عايزة أناشدكم برضو. احنا بنحاول دايما في برنامجنا نعمل حالة من التكافل الاجتماعي، ودي بنت، وأكيد بيوت كتير قوي عندهم بنات في سن غادة. فأنا فعلا بطلب منكم ان انتوا تساعدوا غادة. تساعدوا غادة ازاي؟ ان انتوا تلاقوا لها شغلانة تعيش منها وتكمل حياتها، لأن بنت زي دي هي في سن، طبعا في سن خطر جدا ومطمع من ناس. وبنوجه نداء للوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يا ريت تتولى حالة. هو في طبعا حالات كتير قوي زي غادة، بس غادة كونها تلجأ لنا ده منتهى الشجاعة منها، منتهى الشجاعة إنها تقول قصتها وتقول قصة كفاحها، وتقول انها ما قدرتش تستمر. انا اسفه مش هقول دار ايتام، هقول لا وكر، صح؟ ما كنتش عارفه اكمل، ما كنتش عارفه يعني، انا كنت خايفه على نفسي يعني. حتى قبل كده بنت صحيت من النوم لقيت شعرها مقصوص، عارفه اللي هو يعني انت في مكان مش مؤتمن على نفسك فيه، بتتعذبي فيه. مش مكان، لا مش مكان على فكره. اي دار كده على فكره، دي الحقيقه، دي حقيقه. اي دار بتبقى كده، اي دار ايتام دلوقتي هنا في مصر كده يعني. انا سمعنا. طلعت للدنيا مش قادره اكمل حياتي لوحدي، مش عارفه اعمل ايه، اعمل ايه عشان اعيش في وانت مستوى ساكنه هنا ولا متوسط في اسكندريه في غالي؟ اسكندريه، بس اعمل ايه عشان اعيش، او عشان اعيش حياه متوسطه؟ المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ مبقاش مش محجبه؟ مطلوب منك. لا لا لا، ليه؟ ده انت كده يعني لكن انا مش عارفه، التدين مش له حرام ولا عيب يا غالي. مش عارفه اكمل حياتي حقيقي، مش عارفه. طيب معانا مدام نادية من اسكندرية. ألو، الخير يا مدام هالة. مساء الهنا يا فندم، مساء حضرتك. منورة والله، يا رب يخليكي، وربنا يكتر من أمثالك. مش عارفة أقول لك إيه والله يعني، والله ولا أنا عارفة أقول إيه. يعني الواحد والله بيشوف قدامه بنت في سن ولاده، يعني أقول لك إيه، متبهدلة في الحياة كده، بس هي قادرة لحد دلوقتي إنها تحافظ على نفسها وتحافظ على يعني. تفضلي، معلش.
بصي يا غادة حبيبة قلبي، أنا عايزة أقولك إن أنتي بنوتة ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك يا رب. وأنا هعمل أقصى جهدي، يا ريت أخد نمرتك من الكنترول، وأنا هعمل أقصى جهدي يا حبيبي عشان أوفر لك أنا بيكي وتبقي أنتي فيها مرتاحة ومبسوطة. بس مدام نادية يعني يا ريت حضرتك تلاقي لغادة وظيفة. عينيا ما أنا هجيب لها والله، بعدين خصوصا يعني إن ما شاء الله يعني بنوتة زي دي الواحد يبقى واقف معاها بقلبه. بالظبط بالظبط. انا يعني والله يا حبيبي كان سهل جدا ان هي تاخد اي طريق تاني مش مظبوط، بالظبط. لكن بصي اصرارها وعزيمتها على انها تبقى انسانه محترمه ودافعه في المجتمع، يعني ربنا يبارك فيك يا بنتي يا رب. لا يا رب. عارفه مستحيل مستحيل ان انا اعمل حاجه تغضب ربنا، بقول يا رب يعني انت يعني خد امانتك قبل ما انا اعمل حاجه تغضب ربنا، ومستحيل مستحيل. لا ان شاء الله مش هتعملي حاجه، اصل انتي من جواكي بني ادمه كويسه. بس بالظبط كده مستحيل. مش هت طيب احنا في الكنترول يا جماعه هنسيب نمره غاده دي المدام نادي. مش عارفه يا غاده انا عايزه اسالك الحقيقه، بس هو السؤال يوجع. اتفضلي. عايز اسالك عن باباكي. لا انا مفيش حد بيسال عليا خالص. باباكي من اول ما والدتك توفت كان عندك قد ايه؟ زمان يعني دخلت ابتدائي واعدادي وثانوي في دار، يعني كنت صغيره طفله. اه. وراح وداكي بايده لدار ايتام. وعشت انا تقريبا حياتي كلها حزينه، حياتي كلها حزينه. اصل تسمحي لي اقول لك انا اسفه يعني ده مش اب. ما خلاص عارفه اللي هو ايه، ولا بيسال ولا بيحاول يشوفك انت فين ولا اي حاجه. حتى الدكاتره، في دكتور في الكليه قال لي يا غاده لما حد يتقدم لك انا هبقى معاكي، انا مش هسيبك. خلاص ما هو ما بقاش في وجود للاب. بالظبط كده. بس عارفه اللي هو ايه، انا مش قادره ابدا حياه جديده وانا يعني كده قلبي وجعني لا ان شاء الله قلبك ما يوجعكيش ابدا يا غاده. واللي هو تعبت في الحياه ومن زمان من زمان، كان بيجي العيد وانا قاعده لوحدي، كان في بنات بتطلع مع اهاليهم، لكن انا قاعده لوحدي طول عمري، لوحدي طول عمري، انا ما ليش حد. لا ليكي ربنا. ونعم لا بالله. احسن من كل. ونعم بالله اللي خلاني اكمل تعليمي طبعا، واللي خلاني اقف على رجلي، وان ربنا يوقف لي ناس كويسين. الحمد لله الحمد لله. يا جماعه اظن انتوا حاسين بالصدق في كلام غاده، فيعني ارجو من القلوب الرحيمه انها، انا مش بقول نساعد غاده يعني نساعدها بحاجات مادية، لأنه حتى لو ساعدناها بحاجات مادية وده وارد طبعا، إنما هتبقى حاجة مؤقتة، لكن احنا عايزين نساعدها عشان تكمل حياتها، إن أنا أقف على رجليا، تقف على رجليها زي ما هي بتقول، إن احنا نلاقي لها وظيفة، نلاقي لها ناس يسألوا عنها، يعني ناس أكيد محرومين من إنهم من الخلفة أو من الأولاد، فيعتبروا إن غادة دي فعلا بنتهم. يعني انا بصراحه، طب غاده انت كانت كنت اكيد كنت يعني في مرحله الدراسه بتاعتك كنت بنوته متوقفه فيها. الحمد لله الحمد لله خلصت كليتي لان عندك الحافز. عندي يعني حتى الدكاتره في الكليه بيقولوا لي الموضوع مش اللي هيجي هيتقدم لك مش هيسالك انت مين ولا اصلك مين ولا المهم انت ايه. لا وهو هياخدك على اخلاقك. بالظبط كده. يعني هو وانت نجحتي في حياتك وبقيتي بنت كويسه وانسانه جماعيه، حتى مدير عام الدفاع الاجتماعي قال لي يا غاده انت انسانه جماعيه مش حاجه تنقصك خالص. طب قولي لي يا غاده اتفضلي، ايه اللي كان يعني ايه اللي انت شايفاه عيوب بتبقى في دار الايتام ولا زالت موجوده لحد دلوقتي غير الحاجات اللي انت قلتيها؟ يعني انا مستغربه جدا انه ما فيش مشرفين، ما فيش ناس بيراقبوا دور الايتام، ما فيش. بصي هو لما بيجي طبعا تفتيش الزرع بيتفرش والسجاده طبعا وبيلبسوكوا حلو قوي وبتبقوا زي الفل. والكلام اللي هو ايه الكلام المفروض يتقال، يعني حضرتك جايه مسؤوله كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص طبعا عشان لو ما قلتيش الكلام ده كذا 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 هيبقى في عقاب، هتتعاقبي بعد كده، هيبقى في حاجات تانية. كنت بتتدربي وانت صغيره ده مش حكايه ضرب، بس ايه اللي هو ايه ممكن الموضوع مش موضوع ضرب، الموضوع ان ايه كل حاجه بميعاد، مش بيت، مش اسره، مش دفا. ما هو اوكي، ما هو ده وارد. بس انا قصدي اتعرضتي لاي نوع من التعذيب؟ لا مش تعذيب، بس هو ما ايه هو ده تعذيب اللي تقص شعر واحده واللي تكسر دولابها واللي تولع في الدار. ما هو ده دي وسائل يعني
بصراحة. حقيقي ما كان بيجوا بنات من الشارع. ودخلوها عليكم عادي؟ اه طب انتوا مش بتبقوا في قسم معين وهم لا يجوا؟ مش بيفصلوا، هي قالت ان ما ينفعش يتفصلوا، هم دولت يعيشوا مع دولت وحاجات كتيرة، وكمان البنات مع بعضها ممكن دي بنت تضرب، ممكن تاخد لبسك، ممكن تاخد هدومك، مفيش حاجة اه. بتاعتك، مفيش حاجة خاصة بيكي. طب قولي لي يا غدا، انا عارف ان في بيبقوا ناس متبرعين لدور الايتام، مثلا واحده بتتولى حالتك بتتبرع لك كل مثلا شهر بحاجه، بتتشلك الفلوس دي. هل لما جيتي خرجتي من الدار كان ليكي مبلغ كان معين؟ ليا مبلغ 22. 22,000 اه راحوا طبعا. ولا بيعملوا ولا يعملوا حاجة، ولا يعملوا حاجة. يعني طب صرفتيهم في ايه غدا؟ في إيه هو الموضوع ان ايه، كلية وكورسات اه ومش عارفة ايه، بعد ما طلعت من الكلية إيه الحاجات اللي هي طلب طول ال5 سنين، انا عايشة لوحدي طول 5 سنين. من بعد ما خرجتي من الدار اه عايشة 5 سنين لوحدك. اه 5 سنين عيد لوحدي، كل حاجة لوحدي، كورسات، كلية، حياة. دلوقتي الحياة بقت ما ينفعش حد يقدر يعيشها لوحده طبعا. أو يقدر يقف على رجليه لوحده. طب في قلت لي دكتور من الكلية اه بيساعدك لحد دلوقتي، اه بيساعدك يعني بماليات؟ اه ما هو هيفضل يساعدك لحد بالظبط كده، يعني ربنا طبعا يديله الصحة وطولة العمر طبعا، وربنا يجازيه كل يا خير، رب. واحنا بنشكره جدا على الهوا بجد انا يعني. عمري ما هنسى جميله ده، بجد يعني عمري ما هنسى جميله. طيب حاضر. اللواء رضا فرحات غدا. اللواء رضا فرحات محافظ اسكندرية تواصلنا معاه دلوقتي، هو منتظرك بكرة في مكتبه الساعة كام؟ 9:30 صباح. طب هعرف ادخله؟ هتعرفي تدخلي له طبعا، هو متابعنا دلوقتي. وبنشكرك جدا يا سيادة اللواء، بنشكر والله، بنشكرك جدا، وبنشكر كل مسؤول بيتواصل مع الإعلام علشان حالة غادة. أنا بشكرك جدا يا سيادة اللواء بجد. غدا بكرة إن شاء الله ان شاء الله. تروحي وتكلمينا في التليفون، حاضر وتاخدي نمرة الأستاذ معتصم حاضر وهو هيتابع معاكي، حاضر. وتقولي لنا إيه اللي حصل بالظبط. عارفه مدام هيلا جت عليا وقت انا بقول يا ربي انا مش قادره اكمل حياتي لوحدي، انا مش عارفه. انت مش لوحدك، احنا كلنا معاك يا غدا. فجاه انا مكنتش احلم ان انا اجي هنا او اكلم حد، بس انا فعلا ده شرف لينا يا غاده. انت عارفه هقول لك يا بابا شرف لينا، دي مش كلمه مجامله، انا بقول لك شرف لينا ان انا بقى قاعده قدام بنت مكافحه وقدرت انها تكمل تعليمها وتواصل حياتها وهي بجدعنتها. اه عارفه اللي هو ايه، لا يعني هو ربنا مقدر لي كده الحمد لله. ودايما مع الدكتور ده اللي هما ايه الدكاتره، لا تحب خليكي تقولي جامده. اسمه يا غدا؟ دكتور عبد الوهاب نصر طبعا ربنا يجزيه خير، دكتور عبد الوهاب نصر، احنا حقيقي ربنا يجزيه بنحييك خير. جدا. يعني انا عمري ما هنسى وقفتك معايا، وعمري ما هنسى ان انت ما تخليتش عني في وقت ما انا ما كنتش لاقي حد خالص. حقيقي ربنا يجزيه خير يا رب، وانا هفضل ادعي لك كده لحد ما اموت. بنتك طولت العمر يا غدا. إيه ودكاترة بقى معايا وكده، ومش هنسيبك، واللي هو مثلا خليكي انتي مثلا كذا وكذا وكذا، وخليكي صامدة وخليكي واقفة، وان شاء الله هتكملي حياتك وتقفي على رجليكي. لا انا عينيا بتدمع من الانفلونزا يا غدا، مش حاجه. انا فخوره بيكي بجد، بس يعني الحمد لله والله فخوره بيكي جدا، الحمد لله. لانك عندك شجاعه وعرضتي حالتك قدام الناس وما اتكسفتيش، بالعكس. لا انا ما فيش حاجه تخليني اتكسف، انا ما عملتش حاجه، يعني والظروف دي هي اللي ربنا قدرها لي وربنا كاتب وان لي شاء الله الخير. هتشوفي يا غدا باذن الله، ربنا باذنك يا رب شايلك حاجه حلوه قوي، الحمد لله الحمد لله الحمد ربنا لله. ان شاء الله هيرزقك بابن الحلال اللي يقدرك ويقدر اخلاقك. واحنا بنشكرك يا غدا جدا. مش عارفه اقول ايه يا جماعه، والنبي ربنا يخليكم يا رب. مش عايزين ننسى غاده، مش عايزين كلنا نقف جنبها، لانه دي نموذج للبنت المصريه الصميمه، محافظه على نفسها ومحافظه على. فارجو ان احنا انا مش هقول لكم حاجه،
بس انا هسيبكم انه اكيد في اسر كتيره قوي عندهم بنات في سن غاده. نطلع فاصل. ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي جه معادنا مع فقرتنا الأسبوعية اللي كلكم بتستنوها مع خبيرة الأبراج وعلوم الفلك سابي. ازيك يا سابي؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. شفتي الفقرة اللي فاتت؟ وجعت قلبي بصراحة. هي توجع قلب الملايين. سابي قولي لي، في أبراج فعلا عندها صبر وتحمل غادة؟ ازاي يعني؟ في ست الجدي، بس انا نسيت اسالها هي برج ايه او تاريخ ميلادها ايه. في ست الجدي وفي الجوزاء جزء. على قد ما هم تحسي ان هم اقوياء، بس لما بيكونوا حاسين حاجه قوي بيستحملوها. ويعني لو شفناهم بيبقوا هم عشان شخصيتين، فهتلاقي دي ملهاش علاقه بدي، بس لو هم حبوا حد قوي وارتاحوا له قوي بيستحملوه قوي 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 قوي. وست الدلو برضو متهيالي مفيش. وست الحوت. ست الحوت حمولة جدا. حمولة وعندها صبر وبتتحمل، بس مش كلهم يعني. انا بتكلم على الابراج دي بس مش كلهم، لكن انت بتتكلمي في العموم يعني. دول اكتر ناس. لكن بقى الباقي ما اظنش يعني. التور لا، التور عملية قوي. ست التور عملية قوي. السرطان عاطفية. الاسد بتشغل دماغها. العذراء تحس ان هي عايشه في قوقعه كده مع نفسها. الميزان شخصيه قويه، والعقرب قويه، والقوس ما فيش. لا هما زي ما انا بقول لك كده، هو الجدي والجوزاء مش كلهم، اوكي جزء منهم، والحوت والدلو طبعا. طب في ابراج عندهم حب التغيير في حياتهم؟ طبعا كتير. في ابراج كتير بتحب التغيير يعني من حال لحال. طبعا. طب استاذنك، معنا تليفون من اسكندريه. شيرين. الو. الو. ايوه يا مدام هالة. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام والله. لو سمحتي عايزه بس، انا مواليد 30/9 وجوزي 17/2. 30/9 و17/2. حاضر حاضر. طب نكمل يا سابي بقى، انه نشوف البرج ده. اوكي، احنا كنا بنقول ان في بيتغيروا من حال لحال. دول بقى اللي هم عمليين واذكياء قوي، عمرهم ما بيحبوا، ما عندهمش حاجه ما تنفعش. وهم دايما عايزين يبقوا في الاحسن. ودايما بيتطوروا على حسب الاجواء اللي هم عايشينها والناس اللي حواليهم. دول عباره عن ايه بقى؟ الحمل، ست الحمل. اوكي، والجوزاء والسرطان والاسد والميزان والعقرب والقوس. بس في دول بيغيروا يعني، في فرق كبير. ما هم عندهم حافز ان هم يبقوا احسن علشان هم دماغهم شغاله وهم عايزين يبقوا من غير احسن. نفسنا. من غير نفسنا. هي دي. لكن في بيبقى عندهم نفسنا بزياده. وعلى فكره هم مش بيبقوا قاصدين النفسنا. هي حاجه لا اراديه يعني. هم مش قصدهم يعملوا ده، هي طفولية جواهم يعني، بتبقى حاجة غريزة جواهم هم مش قصدهم. طبعا في قصدهم، بس في جزء كبير ما مش بيبقى قصده. هي الغيرة بتبقى طبع يعني، مش قصده ان هو يغير. بس هو بيغير زي ما هو طيب. مش قصده ان هو طيب، بس هو طيب. طيب نشوف 30/9. 30/9 ميزان، عذراء ميزان. و17/2 راجل. بصي هي شخصيتها اقوى منه، لان هو 17/2 هو دلو حوت. اوكي، اخر 10 ايام في الدلو واول الحوت. فهي حد ذكي جدا، وزي ما يكون هي واحده بتجري وبتفكر بسرعه وكل حاجه عندها بسرعه، وهو بياخد وقت وكده. فهتلاقي في فرق في السرعات ما بينهم، حتى في الدماغ هتلاقيها شخصيتها اقوى، هتلاقيها هي بتفكر اسرع. هي الليدر بتاع البيت. هي اللي بتبقى كير بعيالها جدا او ببيتها. هي اللي سايقه.
هي اللي سايقه وهي اللي دوت بي هي دوت بيبقى فيه ساعات فجوه ما بينها وما بين جوزها او في خلل في حاجه ما، بس هي بتبقى شايفه ان هو مقصر، لكن هو مش مقصر، هو طبعه كده، هو هي قدرات يعني. انا عايزه اقول لكل حد، لكل ست مثلا شخصيتها اقوى من جوزها، ولا كل راجل شخصيته اقوى من مراته، ده مش خلل ولا عيب في الشخص، هو ربنا طبيعة شخصيته كده، هي ربنا يعني قدرات وزعها، كل واحد يعني وزع كل حاجه على كل بني ادم غير التاني. ايوه، فمش بايده ان هو طلع تفكيره كده، بس ما هو ممكن يكون احسن من شخص ذكي في حاجه تانية واقوى منه في حاجه تانية احسن هو مش عنده. بالظبط بالظبط. طيب في جالنا سؤال من دعاء الجرواني، هي 28/7 وزوجها 26/7. اوكي، هي 28/7 هي اسد، اوكي، وجوزها 27/7. ايوه، برضو هما الاثنين في يوم واحد؟ لا طبعا، هتلاقيهم ما بحبس بصراحه اي برجين من فرق بينهم يومين يعني، بس ما يعني مش هيبقى في تفاهم شويه يعني. طيب هبه محمد عايزه تعرف توقعات برج الدلو والحوت والتور، وهي بنت في 2017 يعني. هو عايز تعرف توقعات برج الدلو والحوت والتور بنات. كل البرج للبنات. ماشي، ما هو احنا قلنا ان في 10 10 10 خلينا نقول يعني. عموما اوكي، الدلو بقول له يتريس شويه، ما ياخدش قرارات دلوقتي، لان هو السنه دي ما كانتش لطيفه عنده، والسنه الجايه اول 6 شهور برضو الدنيا واقفه شويه. اوكي، الحوت لا، الحوت بالنسبه له الامور هتظبط معاه، لان هو اوريدي شاف 3 سنين مش حلوين خالص. عنده طلوع يعني، عنده حاجات هتفرحه، لان هو بقاله من 2013 وهو حزين يعني، او عنده مشاكل كتير سواء راجل او ست. والتور التور راجل مش ست، التور راجل هو اللي عنده طلوع، لكن الست شويه. طيب معانا رباب من البحيره. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا مدام هيلة، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، منوره الشاشه بجد. يا ربي يسعدك، يا ربي يخليك. الله يخليك يا رب. كنت عايزه اعرف الابراج بتاعتي وبتاعت جوزي وعيالي. اتفضلي. ممكن؟ طبعا. انا 25/11 انا. ايوه. وجوزي 20/7. كم؟ 20/7. 20. ايوه. وابني الكبير 21/10. ايوه. وابني التاني 8/8. حاضر. هم 4 ولاد بس انا يعني كفايه عليكم اتنين. ربنا يخليهم لك يا رب ويتربوا في عزك. طيب 25/11. 25/11 ده هي. ايوه. اوكي، هي شخصيتها قويه لان هي عقرب قوس. شخصيتها قويه جدا وذكيه جدا 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 جدا، بس عاطفيه يعني، هي ما تقدرش تعيش من غير ما بتكون بتحب يعني. هي عشان تتجوز لازم تكون بتحب الشخص اللي متجوزاه، لكن مش بتتجوز كده جواز تقليدي. اوكي، جوزها 20/7. 20/7 اسد، هما الاثنين دماغهم اذكياء يعني، في توافق ما بينهم على فكره. الاسد والعقرب او الاسد والميزان، هو ميزان عقرب، الاثنين بيتفقوا مع بعض يعني. برج الاسد عاده ست او راجل بيتفقوا مع الميزان ومع العقرب. طيب و21/10 ابنها. 21/10 دوت ميزان عقرب. اوكي، ده حد طيب قوي وحنين على مامته جدا جدا وعلى باباه، وحد ذكي جدا جدا بس هادي، بيعمل كل حاجه بهدوء. اللي شقي بقى او ما بيعجبوش العجب زي ما بيقولوا، اللي هو 8/8 ده اسد، ده تحسي ان هو في عنده مبادئ معينه، وتحسي اكبر من سنه، مش اي حاجه بتعجبه، ولو وعدوه بحاجه وما عملوهاش يبقى نهارهم اسود وحاجات كده. هو الراجل الاسد بيبقى صعب شويه وهو صغير. طيب مالك سامي بيقول 10/6 هو ولد. برج الجوزاء، المفروض ولد الجوزاء الفتره اللي فاتت برده ما كانتش ظابطه عنده. حاضر. بس الفتره ديت عنده الامور ظابطه عمليا، الامور هتتحرك احسن من الاول بكتير. عنده طلوع، راجل الجوزاء عنده طلوع يعني، الفتره الجايه عنده طلوع، وعنده عروض كذا عرض، وهيبقى محتار ما بين كذا حاجه. لكن الفتره اللي فاتت كان في حد في حياته ما كانش وشه حلو عليه، وهو اوريدي بعد عنه. طب الحمد لله. طب نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني.
ستي. انا هقوم بالنيابه عنك ما تقلقيش. حاسه يا اختي باللي فيا. حنين يوسف عايزه تعرف 21/5 بنت وبرج السرطان ولد، ما مدى التوافق بينهم؟ لازم كنت تقولي يوم ايه في 21/5. ما هو اليوم اللي ما بين الثور والجوزاء. ده هي اوكي، وهو برج السرطان. اوكي خلينا نقول ان الثور والسرطان بينفع مع بعض. طب الحمد لله يعني في توافق ما بينهم. طيب طيب سارة حسام هي 12/4 في مشاكل كتيرة مع جوزها، هل ستتحل المشاكل دي؟ ست الحمل هي اللي بتعمل كده، يعني خلينا نقول ان بنت الحمل صعبة شوية. المشكلة ممكن تبقى صغيرة بس هي بتكبرها وبتزن كتير. يعني ما بتلمش الموضوع، بالعكس لما بيكون المواضيع بتكبرها، وطريقة أسلوبها في الحوار هي اللي بتخليها تقلب الترابيزة على نفسها. مستفزة يعني، هي ما بتعرفش تلم. في حد، هي في حد ممكن يلم الموضوع ويكبر، وفي حد بيقف على الوحده ويركز ويبقى زنان والكلمه يحولها لخمسين كلمه ويكبر الموضوع. هي ما بتعرفش تلم المواضيع، يعني سبب المشاكل ما بينها وما بين جوزها هتكون هي السبب، بس هي ما حدش فينا بيشوف نفسه صح. طيب ميرنا محمد هي 10/10 وزوجها 21/6، التوافق بينهم؟ هي 10/10 ميزان. الميزان والجوزاء بيتفقوا، بس يمكن هي علشان بتبقى عايزه الحاجه زي ما هي عايزاها بطريقتها، والجوزاء في الراجل ما بيجيش بالطريقه ديت، يعني عاده بيبقى عايز كل حاجه في هدوء. راجل الجوزاء غير ست الجوزاء كمان، يعني راجل الجوزاء هادي اكتر، يعني تحس ان هو كل حاجه عايزها في امور هاديه، في حياه هاديه، لكن هي التانيه اكتف، يعني عايزه اللي هي تدوس على زراير وتبقى الحاجه جاهزه قدام، لان هي ذكيه وسريعه. معنا نسمة من المنصورة. ألو ألو أيوة أيوة بيك فيها هلا. ازيك انت حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام. زي المنصورة فيها أمطار ولا لسه؟ أيوة في شوية كده خفيف. وأموري يا حبيبتي اتفضلي. أنا برج الجوزاء. أهلا بيك. بيقولوا علينا مليانين، فأنا عايزة أعرف بقى يعني هي كام؟ أنا كلمتين حلوين يا جماعة. والنبي يا اختي كل برج الجوزاء ده نسمه 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 يا نسمه. طب هي يوم ايه؟ والله انا بقول لهم كده محدش مصدق. سيبيهم مالكيش دعوه بيهم. انت كام؟ 4/6 جوزاء. جوزاء اذا انت جوزاء صريح صميمه. اهلا بك. هاي عليا. طيب ويلكم تو ذا كلاب. برج الجوزاء طبعا هو حد اكتف بيشغل دماغه، عنده مبادئ، يعني ما ينفعش حد يضحك عليه بأي حاجة أو يكروته. فهي دي المشكلة في ست الجوزاء، يعني عشان هي ذكية وبتفهم، فما بتحبش حد يوعد بحاجة وما يعملهاش. أيوة يوعد بحاجة أيوة وما يعملهاش. أو والنبي يا أختي اتكي على بيوعد بحاجة وما يعملهاش، الله يسترك. أوكي أو يتفقوا على حاجة وما ينفذهاش. أوكي فهي بتبقى مش أي حد بتعرف تتعامل معاه. هي بتحب المصداقيه في الكلام، بتحب حد عملي، بتشغل دماغها. اوكي طموحه، فما بتحبش تتحط في دايره. تحب تبقى منطلقه، فدايما بتتفهم غلط. لا بيتقال عليهم مجانين صحيح، علشان هم بيعرفوا يعملوا الحاجه غير الناس. هم ما بيحبوش الروتين، بيكرهوا حاجه اسمها روتين. هم بيحبوا يبدعوا او يعملوا الحاجه بطرقعه، يعني بيعملوا الحاجه عشان تظهر. فهم جرأة، يعني هي ست جريئه بتعمل الحاجه، ما بتبصش للناس اللي حواليها هيقولوا مش عارفه ايه ولا يعملوا. لا هي بتعمل حاجه، بتبدع، مالهاش دعوه مين هيقول ايه مين هيعمل، حتى لو اتقال بعدها هي ما بتركز، هي عملت وخلاص مش فارق معاها حد. واللي يقول يقول بقى. بالظبط، هي ما بتركزش مع الناس هتقول ايه قد ما هي عايزه تعمل ايه. صح صح جدا. طب يا ستي معانا ايه نجيب 1/10 جوز ميزان. بقول للميزان الفتره ديت خلي بالكم واستخبوا، لان الفتره دي مش بتاعتهم. يعني ستات الميزان متوترين جدا الفتره ديت، و
يعني في مشاكل شويه مشاكل عندهم فبقول لهم بلاش تأفو يعني بلاش تاخدوا قرار او خليكم هاديين يعني او فكروا في القرار اللي انتوا هتاخدوه كويس كتير. جدا لان القرار اللي هم هياخدوه يعني معظم بنات الميزان الفتره دي اغلبيه عوازم عندهم انفصال الميزان واول العقرب اول 10 ايام في العقرب عندهم انفصال سواء بقى مخطوبين في ارتباط عاطفي متجوزين فخلي بالكم ان المشكله اللي هتحصل الفتره ديت اوكي الاول 10 ايام الجايين دول ممكن يعني توصل بان في انفصال فعلي نهائي. طب معانا كريمه من اسكندريه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كريمه؟ الحمد لله. الحمد يا رب. انا قلبي معاكي في اللي ب 12 ده ومش عارفه اخباره ايه يعني. ايه ده؟ ربنا مع حضرتك يعني. في ايه؟ على القضيه بتاعت لا ده كلام فارغ يا ستي ولا يهمك. الناس عايزه تتكلم وخلاص مش مشكله. الحمد لله اتحلت الحمد لله. اموري. ايه قطعت؟ طب حاولي يا كريمه تتصلي بينا تاني. طيب ريتاج علي 23/10 وجوزها 22/12. 23/10 هي ميزان عقرب وهو في 12. لا طبعا في توافق بس هو شخص يعني هو هتبقى برج هو برج القوس هتلاقيه بيكبر دماغه كتير جدا لان هو حد بيحب الامور تمشي كلها في هدوء وطيب قوي برج القوس في الراجل. وهي الميزان شخصيتها قويه هما بينفعوا مع بعض جدا راجل القوس وست الميزان بينفعوا مع بعض جدا وبيستمروا رغم ان في خلاف كبير جدا طول العمر معاهم بس بيستمروا ما بينفصلوش يعني. اوكي. طيب سهى يونس 6/7 وزوجها برج الجدي. 6/7 هي سرطان اوكي وهو الجدي. السرطان والجدي هي بتسأل سؤال طبعا متعلق بربنا سبحانه وتعالى يعني هو الرزاق اكيد خلفه. بالظبط. لا بصي هو في انت تعرفي ان في ابراج مع ابراج انا لاحظتها من كتر ما انا براجع وبذاكر والكلام ده كله. في ابراج مع ابراج ما بيتاخروا وساعات ما بيخلفوش وتلاقيهم اول ما انفصلوا دي اتجوزت حد تاني وده حد تاني. ده حقيقي. ده حقيقي على فكره بتحصل كتير جدا وانا عارفه كمان ايه الابراج اللي بتبقى مع بعضها وبيحصل ده لان انا ده يعني انا بحاول اركز انا في حياتي بحب اركز مع ركوستات كتير قوي مع ناس كتير جدا في حاجات كتير. انا تلات ارباع وقت اللي بقعده مع الناس وبنقعد نتكلم والناس بتبقى فاكره بتكلم كده وخلاص لكن انا ببقى بشوف حاجات تانية. فدوت بيحصل يعني في ابراج مع بعضها يعني راجل الجدي وست السرطان او راجل الجدي وست العقرب او راجل الجدي وست الحوت ما بيبقى غالبا نسبه كبيره ما بيحصلش. وست الحوت وراجل الاسد ما بيحصلش وست الميزان وراجل القوس ساعات بيتاخروا دول بيتاخروا. ربنا يرزق كل واحد. طيب سميره احمد 6/12 قوس. هي بتقول ان السنين اللي فاتت كانت صعبه قوي. ايه الاخبار بالزبط. في 2017 هي مش السنين هي من 2014 والدنيا صعبه اوكي بس خلينا نقول ان هي امورها ابتدت تظبط السنه دي من رمضان اوكي والدنيا ابتدت تتحسن عندها احسن بكتير من الاول اوكي وهي الفتره الجايه عندها انتقال من مكان لمكان بس هي هي فعلا شافت سنتين بعشر سنين مشاكل من كل حته وكان عندها مشكله كبرت قوي ما كانتش متخيله وكان كل الناس جايين عليها لكن امورها ظابطه. هي كام 12 هي 6 يعني كوس كوس. لا امورها هتظبط الفتره الجايه يعني العشر ايام اللي هم الكوس اللي هو من يوم واحد ليوم عشرة الفتره الجايه ديت عندهم طلوع وعندهم انتقال من مكان لمكان وعندهم ارتباط جديد وعندهم حياه حلوه جدا هيرتاحوا لان ست الكوس اهم حاجه عندها انها تبقى مرتاحه نفسيا لان هي من الستات الشاطره اللي بتعرف تاقلم نفسها في اي جو وفي اي حياه. وزي ما انت قلت يا سبي انتقال من مكان لمكان يعني مثلا من بيت لبيت عربيه جديده بالزبط. شغل جديد. والحاجات دي على فكره بتفرق مع بني ادم بس احنا كمصريين يعني او العرب عاده بيحبوا يتمسكوا بالحاجه بتاعتهم قوي يقوموا ملبدين كده فيها وقاعدين. لا اللي نعرفه احسن ما اعرفوش مش عارفه ايه الكلام ده غلط. مع الحاجات دي بتبقى اقدام يعني بالظبط يعني انا شايفه ان لما حد يبقى هو حاسس ان في امور مش ظابطه عنده يغير حاجه من اللي في حياته الدنيا هتظبط. لان اكيد في خلل في حاجه بس هو مش شايفها
بس احنا بنخاف نغير نغير ونخاطر. ده صحيح ده صحيح. وعلى رايك بيقولوا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفه. هي دي يعني ازاي في ستات كتير بتتحمل عيشه ازواجها تقول لك طب انا هجرب حد تاني اهي عيشه وخلاص. لا ما مش معاها. انا صراحه مش معاهم لا في ده مش ولا مؤمنه بالحكايه دي ولا في شغل خالص خالص. يعني في حاجه تعباني في حياتي اغيرها بالظبط لانها هتفضل تعباني وهتجر عليا. وبعدين لما الواحد البني ادم فينا بيبقى تعبان نفسيا نفسيا دي كلمه نفسيا دي حط تحتيها مليون خط بتاثر على كل حاجه بقى عمليا و و و و ومع القرايب ومع الصحاب ومع الاولاد ومع كل حاجه حواليكي. لما بتتعبي نفسيا في حاجه ولو حتى صغيره بتاثر على كل حاجه في حياتك. ده بتعمل خلل او انت ما بتبقيش مركزه فعمرك ما هتعرفي تدي ولا حاجه في الحياه في حياتك بقيت يعني كل الحاجه اللي في حياتك مش هتعرفي تديها مش هتعرفي تدي هنا او هنا او هنا او هنا علشان انت اوريدي مش مرتاحه او انت مش متظبطه حقيقي. طيب في محمد موسى 16/4 16/4 هو حمل بس هو اخر الحمل رايح ناحيه الطور. برضو بقى لهم كذا سنه يعني رجاله الحمل امورهم مش ظابطه لسه شويه. طيب في تاليا هي 12 وزوجها 15/4 12 هو هي ال 12 ميزان اوكي وهو 15/4 رايح ناحيه الطور يعني هو حمل بس رايح ناحيه الطور. لا هي شخصيتها اقوى هي شخصيتها اقوى. وبعدين لاحظت حاجه برضو الفتره الاخيره بحس ان الستات بقوا شخصيتهم اقوى من الرجاله الفتره الاخيره بس عشان ما اتضربش ما نضربش بجد. لا او هقول لك هو الست بقت متقمصه شخصيه الراجل بزياده بقى الند بالند. ما هو اي ضغوط الحياه يا سابي بتخليها تشتغل وتنزل وتشتغل في مهن كتيره قوي الرجاله كانت بتشتغل فيها. اوكي بس ده للعيشه وللمعيشه بتاعت الدنيا يعني هتعمل ايه؟ فعشان كده بيتقال عنها انها شخصيه قويه. يعني لما نزلت بس هي لما نزلت السوق والاجواء ثبتت نفسها احسن شويه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه احنا كان مثل عندنا مسك لي السكينه مين؟ حسن سيبيهولي يا ماما لما اروح له حسن. عايزه اقول لك حاجه انه النموذج غادة اللي كانت عندنا الفقرة اللي فاتت دي تعبت لي قلبي بجد. غير كده هي شخصية قوية على فكرة جدا مع انها لعلمك حد مش عارفة ليه حاسة انها ممكن تطلع جوزاء. تصدقي مش عارفة يعني جوزاء حوت مش هتطلع بره الحاجتين جد مش هتطلع بره الحاجات دي. لا انا حاسة انها عندها شخصية قوية جدا جدا على فكرة انها قدرت تتغلب على كل المشاكل اللي حصلت لها في حياتها وتوصل انها تاخد شهادتها الجامعية وتواصل وتيجي البرنامج وتتكلم عن مشكلتها. ده منتهى الشجاعه. انت عارفه ان ساعات كتر الضعف بيعمل بيخلق قوه جوه البني ادم. يعني في ناس كتيره جدا احنا بنشوفها انها ضعيفه وفي ناس كتيره بيجوا عليها وبيحرجوها او بيبقوا تعبانين مش قادرين ياخدوا حقهم. ايوه دول لما بيجي ياخدوا حقهم بياخدوه اكتر من القوي. بالظبط بالظبط. معنا سعاد من القاهره. الو. ايوه مساء الخير. مساء الهنا. من فضلك عايز اعرف برج الحمل مع برج القوس. الحمل ست والقوس راجل. طب التواريخ ست 27/3 ايوه والراجل 16/12. حاضر. ينفعوا مع بعض ينفعوا مع بعض يعني ست هي حمل اوكي وهو قوس الابراج الناريه بينفعوا مع بعض بينفعوا مع بعض بس هم ما بيكملوش. يعني انا عايزه اقول ان القوس والاسد والحمل نسبه كبيره منهم جدا بيبقوا في جواز او يعني في ارتباط جامد اوكي بس ما بيكملوش بس هم لازم يقابلوا بعض. يعني لازم ست الحمل يتقابل اسد او قوس وست الاسد لازم تقابل قوس او حمل والقوس لازم يقابل حمل او اسد. لازم يتقابلوا في الحياه. في ابراج كده لازم يقابلوا بعضيهم في الدنيا او لازم يمر عليكي. ايوه. طب قولي لي يا سيد برج الجدي 10 يناير اخباره ايه اليومين دول؟ ولد ولا بنت؟ ولد. لا هو اليومين دول في لخبطه. من لان هو اتنقل من حته لحته. تمام. يعني هو اليومين دول اتنقل من حته لحته. فهو تحس ان هو مش واقف على الارض صلبه. عامل ايه يعني في عنده انتقال من مكان لمكان. بيت بقى شغل
بس في انتقال من بيت من مكان لمكان بيت او شغل، فده عامل له خلل او مش هو حاسس ان مش واقف على ارض صلبه فمتوتر شويه، مع ان اللي جاي احسن ان شاء الله، اللي جاي احسن عشان هو اللي كان فيه هو الوحش او هو غير تفكيره كمان، لان الفتره اللي فاتت هو كان بقاله سنه عاند على حاجات معينه وبيعاند فيها جامد جدا وشايف ان هو اللي صح، لكن هو الفتره دي رغم الانتقال اللي هو حصل له بس هو رايح لحته احسن. كام يا مجدي؟ 10/6. واحد ولا واحده؟ راجل عارفاك. 10/6 جوزاء عنده، لا الفتره الجايه عنده حلو. راجل برضو؟ اه راجل. هو راجل فعلا. بميت راجل على فكره. لا الفتره الجايه عنده برج الجوزاء حلو ان شاء الله. حلو بس اول ما يتنقل على فكره، يعني له نقل في حته على فكره تانية. كل معظم الجوزاء وبقولها هو، ويعني انا متاكده من المعلومه دي جدا، 80 او 85% من برج الجوزاء عندهم انتقال من مكان لمكان. في ناس انتقلت اوريدي وفي ناس لسه، في ناس متاخره مكتوبه غياب. ها انا اوكي. لا خلاص خلاص، في بمجرد ما تنقلي الدنيا هتختلف. طيب 15/9/6 و17/4 راجل. 15/9 6 اوكي. دي عذراء بس رايحه ناحيه الميزان عشان هي اخر 10 ايام. دي ذكيه جدا ست العذراء، بحس ان هي حاطه نفسها في قوقعه ورسمه كده ولابسه ماسك كده معين، ان هي هاديه وان هي معناها اشقى بني ادمه في الدنيا، بس لجوه ما بتظهرهوش، الشقاوه اللي جواها ما بتظهرهاش لاي حد، دايما بتظهرها في وقتها، حتى كل حاجه في وقتها ومش مع اي حد. بس الفتره دي هي متلخبطه لان العذراء يا عيني والميزان هي اخر 10 ايام في العذراء واول 10 ايام في يعني اخر العذراء، اخر العذراء اول الميزان، فهي متلخبطه. لكن عندها في شهر واحد الجاي اخبار حلوه جدا يا رب. و17/4 واحد ولد. حمل رايح ناحيه الطور. لا حمل دماغه هي اللي عامله فيه كده، لازم يتغير شويه لان هو فاكر ان هو بيفكر صح. يا زي ما انت قلتي قبل كده في حلقات سابقه، لازم تغير طريقه تفكيرك. لازم نغير كل حاجه على فكره. مش عيب على فكره، في يعني ما تفضلش على نمط واحد في التفكير او في الشغل او في الحياه عموما، لا غير، حاول تغير. لازم نبقى عمليين شويه. هم ليه الاجانب بينجحوا اكتر او تحس ان هم عمليين؟ لان هم ما عندهم، مش فارق معاهم ان هم يغيروا وتحس ان هم بيخاطروا، واللي هم عمليين. المهم ان هم يبقوا اوكي، مش بيتعاطفوا بقى ان زميلي انا كنت قاعد جنب حد ولا المكتب اللي جنبي ولا في ولا الديسك اللي جنبي كان في حد قاعد وبحب، مفيش الكلام ده. ده صحيح. سابي احنا بنشكرك جدا، وانا بتعبك جدا معايا، بس انا ده من خلال حب وحب الناس طبعا ليكي. ربنا يخليك. ميرسي. فبشكرك جدا جدا. وانت قلتي لي حسن ايه يا بابا ماسك لك سكينه؟ صح ماسك لي سكينه على فكره، وكان عمال يشاور لي بيها كده. ده بيشاور لي بالسكينه دي على طول، ده مره كان هيغزني في رقبتي بجد. هروح لحسن اشوف حكايته ايه ده. لا انا تنكا النهارده. في حاجه انت عشان خدت جرأتين من سابي وقالت لك مش عارف البرج بتاعك كمال والحكايه والرؤية. لا انسي الكلام ده بالطاسه على طول، ما عنديش الكلام ده. لا لا يعني حسن هون عليك ما اقدرش الطاسه في وشي. انا قلت في وشك انت بتقولي امال يعني هتديني في الطاسه؟ اديك الطاسه، اديك الطاسه يعني. انت تخبطي بالطاسه، انت شخصيتك قويه مش قايله سائله. صد الطاسه كده. لا انا هديك الطاسه وانت خبطها. عم اقعد لنا في حته عشان ما عنديش وقت. بس خلص بس ولا انا عندي وقت ليك اصلا. بص النهارده عاملين طبق جديد وحلو يعني، بس ايه طبعا في ناس كتير قابلوني بيسالوا على موضوع حلاوه المولد والفولي وكده. لا استنى بقى، انا عايز اسال. امبارح ناس سالوني وانا قاعده في المسرح. في قراص الحلاوه بتبقى بيضه خالص، بيضه لونها ابيض وعليها الحمص. دي اللي هي إيه بيسموها العلفه. العلفه؟ ايه دي بقى تتعمل ازاي العلفه دي؟ العلفه دي بتدوها للحيوانات.
علف 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 ايه؟ علف 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 بس ما برضيش اقول علف هتقول نفس القصه بتاعت الحيوانات. ما هي هي طبعا. ايه العلف ده بيتعمل ازاي؟ طب استنى بس نعمل هنا. طب استنى اقول لكم المقادير عشان اخلص منه عشان ما يقعدش يوجع لي دماغي. حسن هيعمل لنا النهارده بطاطس بيوريه بالسبانخ واللحمه المفرومه. المقادير: بطاطس مهروسه، سبانخ، لحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا، ملح، فلفل، شبت، بصل، زيت، فلفل حامي. انت عملت ايه بقى؟ بس احنا بنعصج اللحمه اهي لبال حضرتك. احنا بنعمل الاثنين في وقت واحد. تحب اساعدك ولا؟ حطينا السبانخ مع بصلايه وطماطم متقطعه وهندي للسبانخ معلقه كمون صغيره، شويه فلفل اسمر، سنه بهارات، شويه زعتر صغيرين، شويه ملح، وهنديها شويه شبت وبقدونس مفرومين، وتاخد شويه ثوم وفلفل حامي. انا هندي شويه فلفل حامي متقطع اهو، وندي شويه ثوم محترمه. اوكي. وده لحضرتك مع السبانخ. بالنسبه بالنسبه لل اللحمه المفرومه شويه فلفل صغيرين حامي. الاول اتفضل. ما انا عماله ابص من الاول اقول يا ربي دي شوكولاتايه ولا ايه. من محل كمان جامد. طب في العلبه ايه ده؟ جيب لي واحده. اللي جات لي اديتهالك. حبيبي بيحرم نفسه عشاني. انت تجيلك علبتين من المحل ده بس طبعا السنة المقبض. بلا علبتين بلا بتاع بقى يا اخي. السنة المقبض. السنة بس لا مش عايز نص كده. انت تجيلك علبتين بس السنة المقبض وربنا ييسر الحال كده. احنا بنحكي ربنا على السنة الجديدة. يا رب. يا مهون الحال يا رب. ربنا يكرم. بص يا استاذة كده السبانخ بالنسبة لنا احنا ما بنسواهاش قوي، ان احنا طبعا قلنا السبانخ من الحاجات اللي فيها الايه القيمه الغذائيه بتاعتها حلوه كلها حديد. فاحنا من ايه يعني يا ريت لما نيجي نسوي السبانخ تبقى زي الملوخيه، يعني لازم تبقى فيها خضار كده. تمام. خد بال حضرتك. وبعدين ناخد شويه شبت مع شويه كزبره خضر نفرمهم. عشان استاذه هلا ما عندهاش وقت بس. متلخم. طب ما تقول لي العلف ده ايه؟ بصراحه الاقراص دي انا ما جربتهاش قبل كده، بس هي طبعا بتبقى عباره عن زي بالظبط الحلاوه الطوفي والحاجات دي، بس بيدوها سكر زياده وتاخد جيلاتينه زياده بحيث ان القرص يبقى ماسك نفسه ويبقى لونه ابيض خالص. ابيض خالص ويتحط فيها وهي طريه كده. في بقى في منها بتحط سمسم ومكسرات. في منها بتحط فول سوداني، في منها بتحط حمص، في منها اللي هي الحمصيه. اللي هي الحمصيه. السنه دي بصراحه ما جربتهاش قبل كده يعني. طب ما تدرسها وتيجي تقولها لنا بكره يوم السبت. ممكن عندك اجازه خميس وجمعه عايزك تذاكر. حاضر اذاكر. اما بالنسبه بقى للناس اللي قابلوني وسالوني على المقادير اللي هي بتاعت الفوليه والسمسميه والحاجات دي كلها، احنا قلنا كذا مره ان احنا نحط كوبايه جلوكوز مع كوبايتين سكر مع نص ليمونه مع شويه فانيليا او ماء زهر زي ما بتحبي، ونسيبهم من لحد ما يعملوا السيرب اللي هو العسل الشربات اللي احنا بنعمله في البيت العادي. يتقل نص نص. يتقل نص نص. ده للجوز هند بس نص نص. بالنسبه للسمسميه للفوليه للحمص يتقل. يعقد قوي. مش قوي. برضه يعني لا يعقد اكتر من اللي هو بس يبقى تقيل واتقل من اللي هو بتاع الشربات البسبوسه والكنافه. تمام. اتقل منه شويه. تمام. لازما الفوليه والحاجات دي كلها تتحط وهو سخن. تتحط على العسل ويتقلب ونبدا ان احنا نغرفه بقى على ايه، على حاجه مدهونه زيت، ورق فويل، اي حاجه اللي هي ما تلزقش. بالظبط كده. ان يتعمل اعملي الشكل اللي انت عاوزاه، افرديها في صينيه وكون دهناها زيت وسيبها تبرد شويه، بعدين طلعيها من الصينيه دي هتفك معاكي بسرعه عشان انت دهنه زيت من تحت. قطعيها بقى بالشكل اللي يعجبك، عاوزه تقطعيها بالطول مثلثات مدور زي ما انت عاوزه. طيب احنا دلوقتي هنعمل البوريه بتاعنا. حطينا شويه زيت صغيرين ومعانا الثوم. ناخد شويه الثوم اهو. سيد خد صفي لي البتاع دي. صفي لي ده بقى لحضرتك. وادي البطاطس اللي هي مسلوقه حطيناها.
فين الهراسه بتاعت ال بص ده انا عاوز الزيت ده انا عاوزه ما ترموش يعني الليمون بمعلقه احسن شوف شوف التعاون شوف شوف مساعدك شوف التعاون ايه ده ياك يطمر 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 في مين فيك ماشي يا ست ربنا يبارك لك مش هقول لك مش هتكلم لا يعني مش هتكلم يعني مش هتكلم يعني تقدر اللي انا بعمله معاك لا في فرق ما بين يطمر ويتقدر ما اعرفش انا عندي الاثنين واحد اه صراحه يعني ماشي في حاجه انا اتكلمت طب انا ايه ليه بالحاجه اللي بيها ما انا عارفك شويه كريمه لباني الحقني يا عصام يا ابني بس بقى يا ابني ما انت قاعد من الصبح ما سمعناش صوتك هو قال لي استني اما يدخل حاجه المحر. غريبه والله العظيم ايه ده احنا حطينا لبن وكريمه لباني ايوه على الثوم اللي كان معمول على شبت وكزبره خضراء كزبره خضراء خد بال حضرتك انا اول مره اكل الفريه بالشبت والكزبره الخضراء صراحه شويه فلفل الوان انت ايه هي سخنه سنينك يا سيد انت ليه بتعملي كده هو سيد عمل لك حاجه ايوه مولع ال بتاع عشان يلسعني في ايدي ما لازم اتبلى عليكم بلي زي ما انت عاوزه اروح اعمل لكم محضر في القسم اهو قسم اه في القسم ايه بس خلاص شوف روحي بقى شوفي انت بتعملي بعد ده كله تقولي روحي شوفي انت بتعملي ايه ما لازم طبعا دي ما كانت الشوكولاته خدها لا لا وانا هديها لك الشوكولاته المحل اللي انا بحبه جدا شوكولاته فين المحل ده اللي نعم عارفه مكانه اه طيب. في المهندسين وفي مصر الجديده وفي كل ماشي يعني انت عارفاه كويس مش هقدر اقول اسمه عشان ما تبقاش معايا تبقى هتسكت انا عارف انا بدايقك بس مش اكتر من كده بعد اذنك كده وانت واقف على الكاميرا بتاعتك ما بتعملش اي حاجه لا لا خلاص خليك اصلا مزيجي البطاطس الثانيه بقى اقول مقاديرها اتفضل بطاطس مهروسه برده مع كبده فراخ كريمه لباني جبنه موتزاريلا ملح وفلفل شبت وبقدونس بقدونس بقدونس بص يا استاذ اللي هم دول بص يا حاج نعم احنا اهو نحط طبقه من البطاطس من البوريه اه تعملها زي الصينيه اه زي الصينيه ناخد شويه معانا ام عبد الرحمن الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك انا الله يخليك يا حبيبتي الحمد لله بخير حضرتك وشيك حسن ربنا يخليكم لبعض ودينا يا رب يا رب يا حبيبتي اللهم امين يا رب يخليك ويبارك على سهل الخير معلش يا مدام انا ليا رجاء وطلب عند حضرتك عناية اموري انا طالبه مساعده انا ظروف الماديه وكنت في جامعه فتيجي على ده مش مشكله المشكله عندي بنت بتجوزها بس مساعدة البنت أنا مش مشكلة في الظروف دي فحضرتك بس في حد تاني إن أنا أساعد في بنتي يعني لجهاز بنتي في الجهاز حاضر اه ربنا يخليك حاضر ربنا يقدرنا إن شاء الله ويقدر فاعلين الخير إن هم يساعدوا في جهاز العرايس يا جماعة يعني إن أنتوا سمعتوا الحالة بنفسكم وإن شاء الله ربنا يقدركم يا رب ويقدر جميع فاعلي الخير على انهم يساعدوا في جهاز العرايس. انت عملت ايه؟ عايزين حد يساعدنا انا وانت. مش احنا عرايس. ايدي اي اي ها ولد وبعدين بس احنا حطينا طبقه من ال ايوه من البوريه تحت اه وحطينا طبقه من السبانخ تمام وفوقيها شويه لحمه مفرومه من المتعصجين اللي احنا عملناهم اه وبعدين حطينا طبقه خفيفه قوي من ال موزاريلا من البوريه وبعدين حطينا تاني شويه موزاريلا على ال دي وجبه جنبيها طبق سلطه خضراء وشكرا على كده خد شكرا خد يا عم ساكت بص بقى التانيه اه احنا هناخد يا حلاوه افتكاساتك طلعها زي كيكه زي الكب كيك ايه ده ايه ده تصدقي تصدق انت بدات اتبسط منك
مش عارف ليه ولا عارف. معانا ام محمد من الشرقيه. الو. اهلا، ازيك يا استاذه هاني؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله تمام. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا قلبي، ربنا يسعدك ويخليك يا رب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله رب العالمين. من فضلك انا كنت بكلم حضرتك علشان مخاطر الانسه اللي كانت معاكي دلوقتي. غاده. معلش يا نور. غاده. حاضر. انا عايزه اخد غاده لابني. الله اكبر. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. عايزه اخد غدا ليه؟ ايوه انا سامعه، بس انا فرحانه ويعني فرحانه بيكي وفرحانه بابنك وبحييكوا جدا جدا جدا. طيب حالا يا استاذ معتصم توصلت. ابنك بيشتغل ايه برده عشان نطمن على بنتنا؟ ابني معاه معهد فني صنايع، شغال كنترول كهربائي، باور كنترول في السويدي. اللهم صل على النبي، ربنا يخليه لك ويحفظه. يعني شغال في العاشر من رمضان صح؟ شغال في العاشر من رمضان. ايه طيب يا حبيبتي، حالا يا استاذ معتصم خدوا التليفون. بصي هقول لك على حاجه. اتفضلي اموري. انا شخصيا هجيب الشبكه لغاده. يا حبيبه قلبي ربنا يسعدك. والله العظيم ربنا يسعدك يا استاذه هلا، ربنا يخليكي. على فكره يتيم احمد يتيم برضه. ربنا يخليكي لي. ربنا يخليك. احنا هنتواصل مع غاده ونقول لها، وان شاء الله جزاك الله كل خير انت وابنك يا رب، اجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وانا هجيب الشبكه يا جماعه على قدي، بس هجيب الشبكه وهخلي حسن. انا موافق. انا وهو انا موافق نشترك في الشبكه ونجيب شبكه حلوه لغدغوده. تمام. انا موافق. اوكي تمام ان شاء الله. ونروح نصور الخطوبه او كاتب الكتاب، ما اعرفش انتوا هتعملوا ايه الاول. نروح نبعت كاميرا من البرنامج وتصوركم، وتصور غاده وتصور عريس غاده، ولانه الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. وفي كمان متصل كريم متبرع ب5000 جنيه لغايه، بس هو مش عايز يقول اسمه. احنا بنشكرك جدا جدا، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا رب، ويعوض عليك يا رب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه بتاعت الشعب المصري دي يا جماعه؟ بجد يعني انا كل ماده ما بجد يا حسن والله، يعني بحس اقسم بالله ان الشعب المصري ده كلنا اسره واحده. بس الشعب الوحيد اللي الحمد لله رب العالمين في رباط ليوم الدين. وان شاء الله هنفضل كده، واي حد اي ازمه والله بنقف جنب بعض، وحتى لو على قد الحال مفيش مشكله. مفيش يعني مشكله، بس المهم ان احنا نقف جنب بعض، نقف نبقى واقفين جنب بعض. تطالع واقف جنب، واقفه جنبك. ايه الحلاوه اللي انت عاملها دي؟ سلام يا ام. بس احنا حطينا ايه؟ بعدين تخش ايه ده؟ تخط بطاطا. الدرج بيقع يا حسن، معلش انا اسف. لما بفرح اخر الاسبوع اخر الاسبوع هتدخلها الفرن. هندخلها الفرن. احنا حطينا طبعا احنا سالقين كبده الفراخ ومع القلوب والكلام ده، وحطينا البطاطس ونديها جبنه موتزاريلا. بعد ما حطينا الكبده على الوش، ممكن نقطع الكبده ونخليها في قلبها، ما فيش مشكله زي ما انت عاوزه. يعني يا اما نفرم الكبده قوي ونخليها في نصها. مش نفرمها قوي، يعني نخليها حتت صغننه. نقطعها ونخليها في قلبها، يا اما نحطها بالشكل ده، وهي بالشكل ده بتطلع حلو. يلا سيد، اتفضل يا حاج سيد، اصرفها في الفرن يا سيد. دلوقتي بس احنا ايه، دي الحاجات اللي باقي معانا. احنا وايه ده؟ السجق ده. السجق ده احنا المفروض كنا نعمله نفس الفكره اللي احنا عملناها بتاعت البطاطس البوريه. بدل ما نحط اللحمه المفرومه ممكن نحط السجق ده ونحطه سليم زي ما هو، يعني بنشوحه ونحطه بالطول زي ما هو، وننزل عليه بالسبانخ وتاخد طبقه البوريه، بس بيبقى سبايسي شويه. وياخد على الوش مع الجبنه الموزاريلا تبس رمان او شطه هوت صوص، الحاجه اللي الواحد بيحبها. ماشي، فاحنا هنعمل شويه سجق دول كده. ايه معانا ايمان من الجيزه. الو. الو. ايوه مدام هاله، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟
الحمد لله انا حمد. مبسوطه جدا جدا لاداء حضرتك يعني بجد انا حمد. يعني بجد انا فخوره ان عندنا مدام هاله يعني ربنا يسعدك ربنا يخليك ربنا يا رب يسعدك ويخليك ولادك يا رب يا رب وشكرنا طبعا الشيف حسن بجد على الحاجات الكتير اللي بيعملها لنا ويا رب يجعل كل ده في ميزان حسناتكم يا رب يا رب اللهم امين يا حبيبتي اللهم امين ربنا يخليكي سلمي لنا على الشيف حسن بقى سلام يا استاذه ايمان ميرسي يا استاذه ميرسي شكرا شكرا كلمة الحلوة حتى صدقة يا جماعة والله ما تقولي لي طب انت كلمتين حلوين لا وانا اجي على مين طيب يعني افضل اقول لك انت كلام حلو وبطل اقول للناس لا يعني انت تستحملني طب حبة ما يعني انا بقول لك يا حسن الحلقة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت قلت جملتين انت والحاج مجدي الله يكرمه ما كملتوش ما كملناش ليه الوقت خلص لا انت ما لحقتوش على طول قمت قلبه الوش التاني راح ايه ما اعرفش ايه اللي جرالك ايه اللي جرالي مش عارف كنت زي الفرح والهنا والنبي يا اخويا والنبي كنت ورده مفتحه عارفش ايه اللي جرالي يلا الحمد لله ايه ايه الاغنيه ظروفها ايه مين عارف انت ايه مش محل الفرن دي طب وانا مين اللي يسقيني لحد يوم بص نزل لي دي تحت وهات لي ده الفرن ده اقوم ده جيش عارف نزل لي دي تحت اسكت يا معتصم اسكت اسكت يا اخوي تخربش على قلبي بصل ان شاء الله والله ربنا يرزقنا باذن الله يا رب ان شاء الله يرزقنا جميعا شوف حسن ده غصب عنه انا موافق ده انا اروح له البيت احط ايدي واقعد اطلع المحفظه واخد اللي انا عايزاه وام مصطفى موافقه لانها هتنصص معايا نعم قلت ايه يا حسن مش محافظ يا بابا عندنا بتحط اي حاجه يعني يعني بحاول اقعد تحطهم في كيس مفيش ما بلحقش احط حاجه في حاجه انا هلعقك بقى وانت راجع البيت ايوه قولي انا هقف مع الاب مع الصراف لا يا عم من... ربنا يعطيك ويعطينا الله انت كل يوم بتقبض ايه ده مش عندك اللهم صل على النبي ايه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام قولي عندي ايه واللهم صل على النبي دي فرخه دي ولا ايه لا على قلبك يعني ماشي يا ست خلاص طب انت شايفه كده خلاص مش هتكلم تقعد تلم الايجار من هنا ايوه والايجار من والعزبه هنا دي والعزبه دي والاطيان انت عندك اطيان اغلى من الاطيان انت عندك ولاد اغلى من ربي يبارك لي الدنيا كلها ربي يبارك لي فيهم وشفي مصطفى بس امين يا رب يا رب ويبارك لي في امي اهم حاجه يا رب ويخليها لك امي دي هي اهم حاجه انا مالي ما تقول له عاوز ايه عاوز ايه هو مش سامعك عاوز ايه بس يعني انا اللي لازم اوصل له عاوز ايه يا حاج مجد معانا هدى وقدامنا دقيقتين الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضل يا حبيبتي لو سمحت بس عايزة حد يساعدني انا مريضة عندي ورم في المخ وعندي كسور في القلب بتعالج منها بس انا اتدينت في الاشاعات والحاجات بتاعت الورم اللي في راسي دوت ب 6500 جنيه بس مش قادرة ادفعهم ومش عايزة حد يعرف ان انا بكلم حضرتك ارجوكي عشان انا عندي 5 بنات ربنا يخليهم لك حاضر هنتواصل معاكي هنتواصل معاكي حاضر ماشي حاضر مع حضرتك يا حاضر. يا مدام حاضر. حاضر حاضر صلي على النبي حاضر ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب خش على شويه السجق يا استاذ مجدي خش على شويه السجق كده الله يبارك لك ما هو داخل اهو يا ابني انت عايز تتصور جنب السجق ولا ايه صح انت عصرت عليه ليمون لا اديته ليمونتين وعلى جمالك شويه زيت بس ايش كده مع نفسه كده السجق مع نفسه بقى هات يا سيد الكبات الاولاني حد هنلحق نشوف الكب كده طلع خلاص خلص شو بيقولها بكل تماكه طلع خلاص يا استاذه انت شغاله مع اكبر جهاز مطبخ في القطر صلى على النبي الله اكبر زقها يا ابني شويه جوه انت عايز تزعق وغلطه حسب في ايه يا سيد رابي ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي يا حلو يا حسوك انت يا حلو تانية بص تانية هنا يا سيد تعالى تعالى
تعالى هنا اديك بالبنيه في وشك. ايوه كده اهو. بص بقى اتفضل عشان تعرف استاذ مجدي مصور لك حاجاتك ازاي. في حاجات تتصور بس كمان. واه حط لك ورده كمان عشان تبقى عارف. والبقاليل اهي. والبقاليل بص من تحت طالعه ازاي. خد بالك انت مش هتحط زعروره في اي حاجه. هحط زعارير. خلاص شكرا. لا بخلي الزعروره بقى نحطها في علبه الجاكيته بعد كده. حط الزعروره مش عايز اخش. خلاص ان شاء الله هنرويها تكمل بقيه الزعروره. في دقيقه ولا مفيش؟ انا بشكر شيف حسن حسن. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل يا مجدي بدل ما يلسعني بالبتاع. صلى على النبي. الله بشكرك جدا يا حسن يا حسونة على الحاجات الجميلة اللي انت بتعملها لنا وربنا يديك الصحة والعافية يا رب. وبشكر جميع العاملين معايا في الاستوديو. بشكر جميع العاملين معانا في الكنترول روم. بشكر جميع الاتصالات التليفونية اللي جات لنا بخصوص غازة. بشكركم جدا جدا وبقول لكم يا رب يجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب. وبشكر مخرجنا المتميز الأستاذ مجدي كمال. بشكر كمان أسرة الإعداد جدا على مجهوداتهم معانا. بشكر بالأخص الأستاذ معتصم رئيس التحرير. وبشكر قناة الحياة القناة رقم واحد في مصر. وإن شاء الله يا رب العالمين تبقى القناة رقم واحد في العالم العربي كله. وتحيا مصر.